يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقية الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين انها محاوله لاعاده قراءه الحسين وفقا لمنهج محمد وال محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصره البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء الحلقة العاشرة بعد المئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبي اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطه الاحرار في فناء امامك البراءة الذهبية طلق منهج اصحاب العمائم الابليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه ان كنت راغبا في امامك هذا هو الجزء الثاني عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم حيث اخبرونا ان الامه قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وتبين لنا بعد ذلك أنهم كاذبون بل كذابون، لأن الأمة بعد مقتل الحسين قد ارتدت وقد ذهبت في ضلالها بعيدا الى هذه اللحظه وستستمر في غيها وتيهها الى يوم ظهور الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ودخلت معكم في تطبيقات التطبيق الاول محمد باقر الصدر في خمسه اجزاء التطبيق الثاني السيستاني وهذا هو الجزء الخامس من اجزاء التطبيق الثاني في الحلقه الماضيه كان الحديث عن جريمه بشعه هي جريمه سيستانية مرجعية بكل القياسات مر الكلام في هذا قطعا لا زال الحديث يتواصل في هذه الحلقة في الموضوع نفسه وفي الاجواء المشابهة لذلك الموضوع هناك جريمه سيستانيه بامتياز هي الاخرى تشابه الى حد بعيد جريمه مدينه الناصريه وانا اتحدث عن المستشفى المحترق الذي احترق فيه الكثير من الضحايا من ابناء محافظه ذي قار انها مجزره باب الرجاء اذا اردتم أن تطلعوا على التفاصيل الكاملة فعودوا إلى برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم فلست بصدد التوغل كثيرا في تفاصيل مجزرة باب الرجاء التي هي جريمة سيستانية بامتياز هناك تشابه كبير بين هاتين الجريمتين بين جريمه مستشفى الناصريه وبين جريمه باب الرجاء لكن جريمه مستشفى الناصريه ابشع والضحايا اكثر والإجرام أشنع أما مجزرة باب الرجاء الرزية فيها عظيمة لأنها في زوار الحسين وفي حرم الحسين هؤلاء ضيوف الحسين قتلهم اولئك السفله الذين نصبهم السيستاني حكاما على الشيعه في كربلاء. المشكله هي المشكله البناء والتخطيط والهندسه الفاشله مع سوء الاداره وسوء التدبير. والامر هو هو في الناصرية أيضا. إنه البناء الفاشل والتخطيط الغبي والهندسة الخائبة مع سوء الإدارة وفشل التدبير. الأمر هو هو الاسباب هي هي والمجرمون هم هم المجرم الاكبر المرجع السيستاني في مجزره باب الرجاء والجريمه تسجل بشكل مباشر في رقبه عبد المهدي الكربلائي ومن معه من معاوني وجريمة الناصرية مجرمها الأكبر المرجع السيستاني وتسجل في رقبة عبد المهدي الكربلاء وأحمد الصافي أما سوء الإدارة وخيبة التدبير فتسجل مسؤوليته في رقبه رئيس الوزراء ووزير الصحه ومدير صحه ذي قار بشكل مباشر. الضحك على الذقون من قبل السيستاني نفسه من قبل ممثلي السيستاني نفسه الضحك على الذقون متواجد في الجريمتين في مجزره باب الرجاء وفي محرقه مستشفى الناصريه فنحن ما بين مجزره ومحرقة وكلا الجريمتين جريمة سيستانية مرجعية بامتياز المجزرة السيستانية في باب الرجاء والمحرقة السيستانية في مستشفى الناصرية سامر مرورا سريعا في اجواء مجزره باب الرجاء ساعرض لكم صورا رجاء اعرض لنا الصوره الاولى من صور المجزره هنا وقعت الواقعة وذلك بتأريخ عشرة تسعة الفين عشر عشرة تسعة عشر مرت سنتان على الجريمة هذه الصورة الأولى هذه الصور من أجهزة الموبايل لم يبرز صور الجريمة من خلال الكاميرات المتطورة الموجودة في العتبة بعد مرور سنتين بعد مرور سنتين ولم يبرزوا صور الكاميرات مع انهم يمتلكون منظومه كاميرات راقيه جدا هذه المنظومه ودقيقه جدا هذه المنظومه لكنهم لم يظهروا ابدا منذ الواقعه والى الان اي فيديو يكشف عن الحقيقة التي جرت عن مجزرة باب الرجاء إنها المجزرة السيستانية بامتياز رجاء أعرضوا لنا الصورة الثانية ولا تنسوا فإن المسؤولين الأمنيين حاولوا مصادره اجهزه الموبايل من نفس المنتسبين للعتبه الحسينيه الذين يعملون فيها اذا اردتم ان تطلعوا على التفاصيل عودوا الى برنامج يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم الى عشر حلقات مفصلة بالوثائق والفيديوات وبالتحقيق والتدقيق والمتابعة رجاء أعرضوا لنا الصورة الثالثة واعرضوا لنا الصورة الرابعة وهي الأخيرة ومن الصور إلى مجموعة فيديوات، هذه الفيديوات تنقل لنا ما فعله الأغبياء من الذين يشرفون على إدارة مراسم عاشوراء في العتبة الحسينية والعتبة العباسية. لقد أغلقوا الطرق بوجه الزائرين وبوجه ركضة طويريج ولذا حدث الذي حدث لا أريد أن أطيل الكلام لكنني سأذهب معكم إلى الفيديو الأول. Just like that, لا تدري لماذا يغلق هؤلاء السيستانيون الاغبياء الحقراء الطرق في وجه الزوار وهم في ذروه الازدحام مما ادى الى التدافع الذي سبب المجزره اضافه الى الهندسه الفاشله والى التخطيط الخائب والى والى لن اعلق كثيرا وانما ساذهب بكم الى الفيديو الثاني <applause>

أعتقد أن صور السيارات الكبيرة التي أغلقوا بها المداخل من دون سبب لا نريد أن نسيء الظن من أنهم يريدون قتل الناس وربما يريدون ذلك لكننا لا نملك دليلا قويا وواضحا على ذلك إنه الغباء والفشل ومثل ما قلت لكم السيستاني وين ماكو واحد سقط وهتلي وطاح حظه يجيبه سلطه على الشيعه في المؤسسات الدينيه وين ماكو معمم فاشل طايح حظه هتلي يجيبه يسلطه على الشيعه وفي الاجواء السياسيه كذلك وين ماكو سياسي سقط يجيبه يسلطه على الشيعه هذه اختيارات السيستاني ويبدو انها مقصوده هم يبحثون عن الفاسدين وعن السرسرية وعن الأشرار حتى يصيرون ستر وغطاء لهم وإلا ليس هناك من تفسير آخر لماذا كل الذين يختارهم السيستاني هتلية وسرسرية لماذا لماذا كل الذين يختارهم السيستاني سراق ولصوص وفاشلون لماذا ماذا تريدون؟ هل هناك من فشل اكثر من انهم لا يحسنون قراءة الفاتحة في صلواتهم ولسنين لسنين الى اخر صلاة جمعة نحن عرضناها قبل ان تتوقف صلوات الجمعة بسبب الكورونا. نحن عرضنا فيديوات تصور لاخر صلاه الجمعه صلاها عبد المهدي الكربلاء ولاخر الصلوات التي صلاها احمد الصافي من صلوات الجمعه قبل ان تتوقف الصلوات بسبب الكورونا والاثنان لا يحسنان قراءه سوره الفاتحه المرجع قطعا لا يحسن ذلك لانه لو كان يحسن ذلك لنبههما عبر السنين تبث صلواتهم من خلال الفضائيات ومن خلال الانترنت على اي حال لا شان لنا بهذا الموضوع في هذه الحلقه رجاء اعيد بث الفيديو كي يدقق المشاهدون في موقف السيارات التي وضعت في مداخل الحرم الحسيني إلى الفيديو الرابع الزوار زو... كلش ازدحام قوي الزوار ماتوا كلش ماتت هواي بسبب هذا القطع اللي مسوينه شوفوا هذا قطع هنا شوفوا الولد شلون جاي شوفوا شو استاذين الشارع هذا استاذين منا الوادي مختين مات شوفوا هذا القطع <applause> مسوينه أه هذا شوفوا الواد مختنقت بهاي السنه بسبب هذا الطريق استاذين منا له شوفوا الوادم شلون قام يتشيت شوفوا بعيكم هون الوادم قام يتشيت من على هذا الطريق هذا ساعدينه، يسوي قطع من هنا شوفوا اخوان الوادم قام يتشيت من هذا يسوي الخطا السنة من لو هذا مكتوب وين هواي نا. ناس ما تكتب هاي السنة لان هذا قطع هنا يسوي ليش؟ ليش يسوي هذا القطع؟ وإلى الفيديو الخامس بسم الله الرحمن الرحيم رسالة إلى عبد المهدي الكربلاء وأحمد الصافي ترجعون الكاميرات على اللي باب الرجاء وهاي الواد ماتت كلها بذمتكم والله العظيم هاي الخطة مالتكم مقصودة وخطة إسرائيلية لقتل الزوار مشكولة ذمتكم وذمة والديكم ترجعون التصوير اللي هو يم باب الرجاء شوف الناس شلون سادين الشارع بالسيارة هاي اللي محملينها ثلج وسادين الفتحة مال الكيشوانية الجهة اليمنى واليسرى باب الرجاء حتى الناس تنجبر انه الطب بباب الرجاء وباب الرجاء ضيق والناس ازدحام قامت الناس تطلع من تصعد فوق السيارة الشارع العام اللي داير ما داير الحار الحسيني ليش يسددونه يا ظلمه ما شفت الناس شلون صايره ذبح السدون طريق التبليط الشارع التبليط اللي يصف باب الرجاء السدونه بالسياره مالت الثلج ويدخلون الناس تعبر من فوق السياره للجهه الثانيه الجام كسروا مالت السياره اللي هي مال الحمل اللي ما يسمونها يسمونه سياره بيضة محملة ثلج وقاطعين الشارع بها قطع حد وحد ويا باب الرجاء الجام كسروا والناس تطلع بتصعد من كتر السائق وتنزل من هناك من جوا السياره تعبر من فوق السياره تعبر ما شفتوا انتوا ليش هذا؟ ليش السدونة يعني الناس اللي تختنق وين تروح؟ تجبر انهم تطب للامام من باب الرجاء من باب الرجاء. فالناس لو اكو مجال وتطلع كان ما خلصت الناس هاي وراحت هاي الأبرياء اللي قتلتوها. مشكولة ذمتكم رساله هاي لكم تسمع كل واحد يسمعني. انه لا سمعني عبد المهدي كربلاء واحمد الصافي. يرجعون الكاميرات ويشوفون شلون سادين الشارع. وشلون سادين باب الكيشوانيه اللي يخلون الناس قوه عليها الطب وصار الازدحام هذا اللي شفتوه يا ماي على حرم طمست به بالباب تقريبا قريب الركبه رمل ويشغ ماي ذا بينا فتنزل رجعوا رجعوا الكاميرات وشوفوه بالبدايه الب البر الصفاح منا ومنا ماي شوفوه ايش قد ايش قد العالم ورجعوا الكاميرات شوفوا الناس شلون تعبوا للسياره على البود تصعد من هاي الصفحه وتنزل من ذيك الصفحه. ليش سادينا ليش؟ مو هاي خطه اسرائيليه حتى تقتلون الناس بها والزوار الحسين خاصيكم الحسين ان شاء الله يوم القيامه. هذا احد الذين جرحوا في المجزره وبقي على قيد الحياه. هذا تحليله الخاص به من ان الخطه اسرائيليه هو مسؤول عن كلامه الخطه سيستانيه قطعا من دون قصد انما هو الغباء وسوء الاداره وفشل الهندسه وسوء التخطيط وتنصيب الفاسدين وعدم الكفؤين بسبب الاختيارات الفاشله والفاسده للمرجع السيستاني ولذا فإن الجريمه جريمه سيستانيه بامتياز المجرم الاكبر والاول فيها هو السيستاني نفسه وبعد ذلك تتفرع المسؤوليه على الذين نصبهم حكاما على الشيعه في كربلاء. نذهب الى مجموعه فيديوات تصور لنا جانبا من المجزره الرهيبه التي وقعت، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الاول. هذا مصداق من مصاديق الغباء الناس تقتل وهذا يطالب من الناس ان تردد شعارات لبيك يا حسين هذا هو الغباء وهذا هو السخف الناس تقتل وتداس بالارجل بسبب حقاره هؤلاء السيستانيين وخبائهم وهذا الغبي يطالب من النفس ان يرددوا هذه الشعارات الى الفيديو الثاني الناس يدوس بعضهم على بعض وحالة الاختناق على أشدها وهؤلاء الأغبياء موجودون لماذا لم يوقفوا المسيرة حتى يتمكن هؤلاء المحصورون في هذا المكان الضيق بسبب الهندسة الفاشلة بسبب التخطيط الخائب كي يستطيعوا الدخول الى داخل الحرم يستمرون في اطلاق الشعارات الذين هم في الشوارع يسمعون هذه الشعارات يتصورون ان المسيره تسير بسلام والناس قد قتلت بعضها بعضا وسقط البعض على البعض الاخر وداس البعض على البعض الاخر وتلاحظون في الفيديوهات كيف يتقافز الناس على رؤوس بعضهم البعض هذا هو الغباء وهذا هو الفشل وهذا هو التخطيط الخائب والفهشل والعبارات قاصره كي تصف فشل هؤلاء السيستانيين كي تصف فسادهم كي تصف عدم كفاءتهم ولا زالوا موجودين لم يحاسبهم احد ساعرض لكم الخطبه التي ارسلها السيستاني كي تقرا على الشيعه للضحك على ذقونهم يقول فيها ان كان هناك قصور اما التقصير فلم يرد له ذكر حتى القصور يريد ان يبرئ البناء من القصور ان كان هناك قصور فعلى المسؤولين ان يعيدوا النظر في امورهم ان كان هناك قصور هذه الخطبه جاءت من السيستاني هذا هو التدليس والكذب ولذا اقول لكم من ان المجرم الاكبر في هذه المجزره وفي محرقه الناصريه هو المرجع السيستاني نفسه ولا يضحكون عليكم لا تقبلون كلامي انا اعرف ذلك لانكم حمير لانكم حمير 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 وانتم ترون الحقائق امام اعينكم ومع ذلك تحركون باذنابكم واذانكم الطويله وترفعون نهيقكم ضدي وانا لا ابالي لا ابالي ببشر حمير الحمير الحيوانات لا ذنب لها الذنب ذنبكم انتم ذنب البشر الحمير أتحفوهم 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 بوثيقتهم بالوثيقة الديخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له أخر بابا ما توصل النوبة هي قال توصل تطمئنا تركبهم يعني, بش اه يعني؟ تركبهم بيخ. مش شيء عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عباره واحد من الاعلام قبل خمس سنين كيف تستعجل؟ مش دا اقول لك تركب <applause> يعني خلاقه اهمي شيء خلاقه اهمي شيء يقول لك حركه فقش ديخ بالعربيه فقش نفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفت قال تركب مثل ما ركب فلان وقال لا مو علم اجمالي هذا واقع <applause> واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه ويا ايها الدخيون المحترمون تعالوا وشهدوا بقيه الفيديوات الى الفيديو الثالث ومنه الى الفيديو الرابع يا اخي يعني جاي ينادي هذا الرجل فوق ولا تتعدوا عليكم. اما البوس فكلنا بداء من الحسين. قطع الباب ورجل القطع. انتم ما عندكم من يقطع الباب من قطع. هذا معلم يندق اما اللي يجي بداء من كلنا بداء من الحسين. يزادونا خير. ما هذا الهراء كلنا فداء للحسين هل نحن في معركه الذي يفترض ان فريقا من الاطباء من الصحيين لا بد ان يكون موجودا في المكان فلا بد ان ياخذ احدهم مكبره صوت هذه من هذا الذي يطلق هذه الشعارات وهذا الهراء وأن يقدم النصائح للناس كيف يستطيعون إنقاذ أنفسهم أن يقدم النصائح لهم ما هي الطريقة التي يواجهون بها هذه المشكلة كيف ينامون على الارض بالنسبه للجرحى كيف تتم عمليه التنفس الاصطناعي مثلا الى سائر الامور الاخرى التي تكون نافعه في مثل هذه الاحوال الا يفترض ان يكون فريق طبي موجودا في الحرم الحسيني كي يكون مسؤولا عن متابعه الامور الطارئه في مثل هذه الزيارات المليونيه هذا هو الذي اتحدث عنه اتحدث عن الغباء وعن عدم الكفاءه وعن الفشل يبدو اننا قاربنا وقت فاصل اذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينه لندن بعد الفاصل ساعود اليكم كي نكمل متابعه مشاهده هذه الفيديوات عن ابي حمزه الثمالي قال قال ابو جعفر امامنا الباقر صلوات الله عليه يا ابا حمزه يخرج احدكم فراسخه فيطلب لنفسه دليلا وانت بطرق السماء اجهل منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وارضه ولنا نطقت الشجره وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله كنت قد وصلت معكم إلى الفيديو الرابع حيث عرضته بين أيديكم من فيديوات مجزرة باب الرجاء السيستانية رجاء أعيد بث الفيديو الرابع في سماعة داخلية الاخوان بحب النظام جايين ادون الاخوان بحب النظام جايين ادون يا اخي جايين هذا وداخل اما الموت فكلنا في داخل الحسين بيك يا حسين كلنا هذا اما اللي الحسين حسين. كلنا في داخل الحسين. من خلفة الباب يا أعزائي الباب من قلب ورسولًا حكمتكم أما الذي يحيي فهو أن سبُّ الله له الشفاء إن شاء الله. ومن الفيديو الرابع إلى الفيديو الخامس. الفيديوهات ليست واضحه جدا لانها من تصوير بعض منتسبي العتبه الحسينيه ممن كانوا في الطابق الثاني من بناء الصحن الشريف او كانوا على السطوح من اماكن عاليه صوروا باجهزه الموبايل كاميرات قناه كربلاء كانت موجوده وكاميرات العتبة الحسينية التي تصور كل شيء هناك هي الأخرى موجودة لكنهم لم يخرجوا شيئا مما صورته كاميرات قناة كربلاء ومما صورته كاميرات العتبه الحسينيه عن اي شيء يكشف هذا لا اريد ان اعلق كل التفاصيل تشير الى جريمتهم وبشكل واضح جدا هم المقصرون بدرجة مئة بالمئة إنهم السيستانيون الذين عينهم السيستاني بنفسه ولذا فإن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق السيستاني وبعد ذلك تتفرع إلى أعوانه الذين نصبهم وعينهم حكاما على الشيعة في كربلاء محمد المحمداوي له شقيق وهو عباس المحمداوي قتل في هذه المجزره ومحمد المحمداوي لما ذهب لاستلام جثه اخيه اشترطوا عليه حتى يستلم جثة أخيه أن يوقع على إخلاء ذمة العتبة وشركاتها من أية مسؤولية ولما رفض رفضوا أن يسلموه جثة أخيه هو يحكي لكم بنفسه بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزي العالم الإنساني والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حبيت أنوه بهذا الفيديو إلى منشوري السابق اللي هو انتقدت به القضاة اللي بكربلاء عند تسليم الجثث الشهداء اللي بقطة اللي واخوي واحد من عندهم والكثير كذبوني طبعا هاي القطعة مال اخوي وانتهى مجلس العزاء البارحة وانا هاي القطعة مال اخوي اللي كتبت عليه هذا المسجى اخي اه طبعا هاي احنا هنا عندنا احنا بباب البيت موكب موكب من يبدي من واحد محرم لحد الأربعين أربعينية الحسين لحد يعني عشرين من صفر هذا الموكب مالنا أساسا إخواني يعني هاي جاي أبرر للناس اللي قالوا عليه كافر وقالوا عليه وهابي وقالوا عليه مندس إخواني أنا كل ما قلت انتقدت عمل اللجنة القضائية اللي هي بها ثلاث قضاة بداخل مستشفى الحسين التعليمي ذول القضاة الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظ العداله بالعراق ذول القضاة ما ما سووا شيء بس مجرد انه كل واحد أسأل. الكل انتقدني على انه اني كافر واني مندس واني اريد تعويض واني اقول لك اللي اللي هو عايش ب بمعتقد باسم الحسين بنور الحسين يعني يريد تعويض من احد ابدا احنا حب الحسين ملازمنا ورضعناه بحليب امهاتنا ويسرب دمنا وحب الحسين اللي خلانا ننطي شهداء من قبل داعش بال2004 وانطينا شهداء بال2006 وانطينا شهداء بال ويا داعش واليوم احد الشهداء اللي هو اخوي عباس أه كان بركضة طويرج كل ما هنالك اخوان ابين لكم انه انا ما لا سبيت مرجع ولا سبيت عادل عبد المهدي ولا سبيت عبد المهدي الكربلائي ولا سبيت حتى هذا الغلط يصير علي وهذا اللي يقول انت كافر وهذا اللي يقول انت كذاب كل ما هنالك انه انا من وصلت الجثمان اخي الجثمان اخوي قالوا لي يابا املي الاستماره هاي وقع الاستماره هاي هي مكتوبه وقعها حتى تستلم الجثة والناس كلها وقعت لكن أني كان عندي إدراك وعندي مخيلة أنه أخوي رايح ويا الحسين فما كنت مهتم لوفاة أخي بقدر ما أفرحان أنه مفتخر أخوي لا ميت وهو متعارك ولا ميت على موثار ولا ميت على مو... مات مع الحسين وإحنا عندنا آية قرآنية تقول من أحب عمل قوم حشر معهم فأنا متيقن أنه أخوي انحشر مع الحسين فاخواني انا من جيت اوقع قلت انا ما اوقع الا اقرا فقريتها كاتب لي بيها صيغه كاتب لي بيها صيغه انه اني اتنازل عن عن كافه المطالبات وانه ما اقيم دعوه ضد اي شخص واخوي ميت يعني ما مضمون الكتابه اخوي ميت قضاء وقدر ووقعت ولاجله وقعت قلت له حبيب قلبي انا اخوي ما ميت قضاء وقدر اخوي ميت حاله حال ذول حال الشهداء يا ابني هيك قلت للقاضي قال لي لا حجي انت اخوك مات ويا الحسين وشنو اللي تريده قلت له انا اكو اكو فقره بالقانون تقول انه في حاله وجود مقصر انا اقيم دعوه ضد المقصرين، منو مقصر؟ هسه احنا نقول مقصر يجوز انه اكو واحد هناك من جماعه داعش سواها، جوا واحد من الفاسدين سواها، اكو ارباك صار بين الزائرين وصارت فباكر اذا تبين هذا انا شلون اقدر اقيم عليه دعوه وانا كاتب ما اقيم دعوه ضد احد؟ فما قبل قال لي اذا تترك الجثه تشرح وبعد ايش كم يوم تجي تاخذها ما قبلت المهم اني رضخت الامر الواقع قلت له ما يخالف تشر راح الجثه لكن ضغوطات اولادي واخوتي وعمامي قالوا شيخنا ما يصير المهم رجعت له قلت له عمي انا اوقع لك وقعت له قال لي والله انا مستغنى عن توقيعك بس يبقى توقيعك يمي لو ابو لو أمه قلت له والدنا متوفي قال جيب لي امه لان هي صاحبه الحق الشخصي جبت له امي طبعا تاخرنا لحد لما جبنا امي المسنه التعبانه المنكوبه بابنها جبتها وقعت الله سمح بخروج شهاده الوفاه، لما سمح لها قلت له يابا انا ام وقعت يا صاحبه الحق الشخصي، اعطيني توقيعي، قال لي مو من حقك تاخذه لانه هذا ما اعطيك اياه، ليش ما ادري شنو، المهم صارت شويه مساجله آه كلاميه بيناتنا، تركت الموضوع وطلعت، هذا كان نشري، اخواني اذا بيكم واحد اخوه هيك ومكسور ظهره على اخوه، يقبلها على نفسه انه هذا القاضي هيك يحاكيه، انا ما انتقدت غير انه الاجراء هذا مو صحيح غير هاي انا ما قلت سويتوني كافر وسويتوني منحط وسويتوني انا على التعويض ما ما ادري ايش بس اقول اللي انتقدني بهيك انتقاد اللهم ربي ان شاء الله يكسر ظهره بخوته مثل ما الله كسر ظهري لا انا فرحان والله فرحان لكن الفراق بيناتنا بيني وبين اخوي فرحان انه عندي اخ مات ميتة الحسين مات مع الحسين وشكرا لكم وعزائي لكل من ساندني واشكر كل من ساندني او اتصل بي او اجاني وواصلني المصابي والعزاء واشكر كل اخوتي اللي من كافه الديانات اللي وقفوا وياي وقفه مشرفه بالخصوص الديانه الايزيدية والصابئه والمسيح اخواني المسيحيين واخوتي من الرمادي اشكرهم واخوتي العزه اللي اجوني من دياله من بعقوبه وكافه عشائرنا الكرام اللي اجاني وأهلنا بالخصوص وعمامي ابو محمد اعزيهم واحسن لهم العزاء وشكرا لكم وشكرا لكل من ساندني ووقفوا وياي شكرا جزيلا لكم فيديو مجلس فاتحه اخي رحل الاحبه والفراق طويل والدمع من كثر الاسايا يا 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 إسيل رحل الاحبه رحل الخوان رحل الأحبة والفراق طويل والدمع من كثر الأسى يسيل أبكي إذا يوما فارقته الفراق صعب للأخوة وحنانها وطيبها كمثل زينب هذه الايام ابكي رحل الاحبة والفراق طويل طويل والدمع من ذكر الازاي يزيل يزيل أبكي إذا يوما يوما فارقتهم أبكي كيف اذا صار الفراق طويل الدار تحزن لو تفارق اهلها يا أهل ياخوك الدار تحزن لو تفارق اهلها حزن الخليل اذا جفا خليل هذا الرجل لانه رفض ان يوقع على وثيقه يخلي فيها ذمه العتبه الحسينيه من المسؤوليه وهذا المراد من التوقيع ان يتنازل عن كل حق له وان يوقع على ان اخاه مات قضاء وقدرا من دون اي مسبب هكذا تجري الامور الناس وقعت وما كانت تدري هذا الرجل كان ذكيا ولكنه مع ذلك أجبروه على أن يوقع وأن يأتي بأمه أيضاً. هذا واقع القضاء في كربلاء. في كربلاء هذا واقع القضاء في كربلاء في كربلاء, في كربلاء السيستانية ومع ذلك فإنهم سجلوا فيديو وافتروا على هذا الرجل الأكاذيب، أتعلمون من الذين سجلوا هذا الفيديو؟ الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية أفضل الشامي ومعه محمد جواد مهدوي انه مدير مكتب ايه الله العظمى شيخ اسحاق الفياض رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يسجلون فيه هؤلاء الاشخاص اكاذيبهم وافتراءاتهم على رجل ما أراد أن يتنازل عن حقه اعرضوا الفيديو رجاء نعم لا العفو فيديو سيدا أصور سيدنا خلي يصير سي كلام لقاء هذا بالهذا حتى بعدين نستعمله. هذا شو؟ اسمه هذا اخوك؟ حسين خوالي حسين من يا صور من يا بس العفو بس لا مشهد. لا مشهد. المشهد بس. من الموبايل انزل هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد المحمداوي قريت؟ يقول هذا اخويا ويا رئيس الجمهورية يا رئيس الوزراء تعالوا هذا أرد طلع ما جاي قبلون يقولون تنازل عن الدعوة يلا نطلعها الكلام كله كذب يشتغل حتى الكلام كله كذب اي مانع ماكو الان شيعنا شي جثمان الشهيد حسين, حسين خاوري هو سلطان يا علي اللي هو من اهالي مشهد المقدسه اللي استشهد في باب الرجاء في يوم العاشر في ركضة خواري اللي هي هاي الان مع هذا اخوه وهذا اخوه من نعم فعلى جميع وهذا الصوره مالته كذلك لا يصدقوا بالقيل والقال في في مجال التواصل الاجتماعي كل كلام كذب بان هذا هو اخو الشهيد والان شيعنا في كربلاء ونشيعه في العتبه العباسيه ثم ننقل جنازته الى وادي السلام في النجف الاشرف الى جميع المؤمنين انه كل ما ينشر عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شيخنا آه بارك الله فيكم وعظم الله اجوركم والبقاء في حياتكم ماجورين ان شاء الله هذا الشيخ محمد جواد مهدوي هذا هو مدير مكتب ايه الله العظمى شيخ اسحاق الفياض وهذا الاخر هو افضل الشامي في وقتها كان الناطق الرسميه باسم العتبه الحسينيه وكان نائبا للامين العام للعتبه الحسينيه يقولون من ان محمد المحمداوي يدعي كذبا ان اخاه قد قتل وان الذي قد تحدث عنه هو شخص ايراني اسمه حسين خاوري قد قتل في الحادثه فعلا هناك زائر ايراني اسمه حسين خاوري قد قتل في الحادثه وهذا اخوه الذي هو جالس بين افضل الشامي ومهدوي لكن هذا الموضوع لا علاقة له بمحمد المحمداوي وإنما أرادوا أن يجعلوا من هذه الحادثة لتضييع الأمر الذي تحدث عنه محمد المحمداوي رجاء اعرضوا لنا صوره عباس المحمداوي الذي هو شقيق محمد المحمداوي الصوره التي تشتمل على جهتين جهه فيها صوره جثته في موقع الحادثه وصوره اخرى له هذا هو عباس المحمداوي وتلك هي جثته في مكان الواقعه فمحمد المحمداوي يتحدث عن اخيه هذا رجاء أن اعرضوا لنا لوحه اخرى فيها صورتان صوره لعباس المحمداوي وصوره للزائر الايراني الذي قتل في الواقعه حسين خاوري حتى لو قال قائل ربما بسبب الشبه بينهما افضل الشامي ومهدوي اشتبه عليهما الامر هل هناك من وجه للمشابهه؟ بين صورتين بين عباس المحمداوي وبين حسين خاوري هذان الاثنان قتلا في الواقعه حسين خاوري زائر ايراني وهو الزائر الايراني الوحيد الذي قتل في الواقعه وهذا عباس المحمداوي لما ذهب اخوه محمد المحمداوي لاستلام جثته طلبوا منه ان يوقع على وثيقه جميع ذوي القتلى وقعوا لم يلتفتوا الى ما جاء في مضمون تلك الوثيقه محمد المحمداوي دقق النظر في الوثيقه فوجد انه سيوقع على وثيقه يتنازل فيها عن حقه من أن يرفع شكوى على أي جهة سببت هذا الأمر لأنهم يعرفون أنفسهم يعرفون أنفسهم أنهم مجرمون وبعد ذلك يسجلون هذه الفيديوهات وينشرونها لأجل تضليل الناس وتضييع الأمر رجاء أعيدوا بث الفيديو بل صور هذه نعم لا العفو انا فيديو سيدا اصور سيدنا خلي يصير سي كلام لقاء هذا بالهذا حتى بعدين نستعمله هذا شو اسمه؟ شو؟ شو اسمه يعني وهذا اخوك اسمه شنو؟ حسين الحضيري حسين خاوة من يا صور من اي من من شيء منه بس العفو بس. لا مشهد. لا مشهد. المشهد نضرب من الموبايل آه. هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد محمد داوود يقول هذا اخويا ويا رئيس الجمهوريه يا رئيس الوزراء تعالوا هذا ارض اطلع ما جاي قبلوا يقولون تنازل عن الدعوه يلا نطلعها <applause> الكلام كله كذب يشتغل حتى الكلام الشهيد. كله كذب اي مانع ماكو الان شيعنا جثمان الشهيد حسين قاوري وهو سلطان علي اللي هو من اهالي مشهد المقدسه اللي استشهد في باب الرجاء في يوم العاشر في رغدة الخواري اللي هي هاي صورته الان وهذا اخوه وهذا اخوه نعم على جميع وهذا الصوره مالته كذلك لا يصدقوا بالقيل والقال في في مجال التواصل الاجتماعي كل كلام كذب فان هذا هو اخو الشهيد والان شيعنا لا لا في كربلاء ونشيعه في العتبه العباسيه ثم ننقل جنازته الى وادي السلام في النجف الاشراف الى جميع المؤمنين شكرا انه شكرا كل ما ينشر عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا شيخنا آه بارك الله فيك أحسنكم وعظم الله اجوركم والبقاء في حياتكم ماجورين ان شاء الله. ما يدل على تدليسهم جايبين ايراني الايراني ما يعرف عربي. وقطعا يوقع على الوثائق من دون ان يعرف مضمون الوثائق. ليش ما جبتوا عراقيين من ذوي القتلى وسألتوهم أنتم من وقعتوا قريتوا الوثائق أو لا ما هو هذا أسلوب التدليس والدجل والكذب السيستاني وهؤلاء هم أعوان المرجعيه السيستانيه هذا هو الواقع الذي تتحرك فيه الامور وهو نفسه الذي جرت فيه التفاصيل في محرقه الناصريه ما انتم شفتوا الفيديوهات رعد النمساوي الفيديو الاول اتكلم كلام اوادم كلام معدل ومرتب وواضح لكن بعدما ضغطوا عليه قام مضرط اشتغلت مضرط الامامنه وهذا انتم شفتوه سمعتوه الحكاية هي الحكاية والضحك على الذقون هو الضحك على الذقون اعرضوا لنا خطبة عبد المهدي الكربلائي وهذه الخطبة جاءت من السيستاني من النجف هذه الخطبة بين يدي والتي جاء فيها ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي إذا كانوا قد حققوا فقد مرت سنتان فأين تحقيقهم؟ لماذا لم تعرض الفيديوهات التي صورتها كاميرات قناة كربلاء ولماذا لم تعرض الفيديوهات التي صورتها كاميرات الحرم الحسيني فاين هذا التحقيق ولماذا وقع الناس على وثائق يتنازلون فيها عن حقوقهم وقعوا وهم لا يعلمون ونود ان نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان إن كان هنالك أي قصور، قصور وليس تقصير. إن كان هنالك اي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طويريج وماذا يفعلون ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا هذه اكاذيب ودجل السيستاني فهذه الخطبه جاءت من النجف بحسب تصريحاتهم اذا اردتم التفاصيل فعودوا الى الحلقات من الحلقه الخامسه الى الحلقه الرابعه بعد العاشره من حلقه خمسه من حلقة خمسة إلى حلقة أربعة عشر من برنامج يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم ستجدون كل التفاصيل ولكن لا بأس بعرض هذا الفيديو الذي يشتمل على مقطع من خطبة عبد المهدي الكربلائي في صلاة الجمعة والتي صادفت في يوم 13 محرم 1441 الواقعه حدثت يوم 10 محرم في ركزة طويريج يوم 10 محرم وقعت الواقعه وهذه الخطبه السيستانيه التي القاها عبد المهدي الكربلائي 13 محرم ألف وأربعين يعني بعد الواقعة بثلاثة أيام حشدوا الناس كي يرفعوا الشعارات ووصفوا الذين قتلوهم هناك بأنهم شهداء شهداء بالقوة شهداء بالقوة لماذا حتى يسقطون ديتهم الشرعية أنا تحدثت عن مقدار الدية في الحلقات التي أشرت إليها في برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم بحسب فقه العترة الطاهرة هذا القتل الذي حدث هو قتل شبه عمدي ما هو بقتل خطأي ولا هو بقتل عمدي لا نملك دليلاً على ان احدا قد خطط لقتلهم فجاء قتلهم عمديا والقتل لم يكن خطئيا وانما هناك تقصير وهناك قصور هناك قصور في هندسه المكان وبنائه وهذا القصور سببه تقصير في الجهات التي خططت وهندست وعمرت وهناك تقصير في اداره الامر وانتم شاهدتم في الفيديوهات كيف سدوا المداخل بالسيارات من دون سبب منطقي الى كثير من الامور فالقتل قتل في الشريعة يقال له شبه عمدي هناك قتل خطأ هناك قتل عمدي وهناك قتل شبه عمدي في القتل الشبه العمدي لا بد من دية مغلظة الدية تكون أكثر من دية القتل الخطأ وفي وقتها قدرتها بأقل ما يمكن بأقل ما يمكن من أن القتيل ديته تصل إلى ثلاثمائة إلى ثلاثمائة مليون دينار عراقي وهذا التحديد ما هو بالتحديد المغلط هذا بالتحديد المخفف بالتحديد المغلظ قد تصل الدية الى ما يقرب من نصف مليار دينار عراقي انا لا احدثكم من الخيال انا احدثكم من فقه العتره وقد اثبتت ذلك بالادله يمكنكم ان تعودوا الى تلك الحلقات كي تطلعوا عليها والامر هو هو في محرقه مستشفى الناصريه فان الدية تكون مغلظه ومغلظه جدا بسبب طريقه قتلهم البشعه انا حسبت ديتهم بحسب الاسعار في هذا اليوم بحسب الاسعار في هذا اليوم من اسعار الذهب ومن اسعار الاغنام ومن اسعار الابل والجمال ادنى حد لدية كل شخص احترق في مستشفى الناصري ادنى حد 350 مليون دينار عراقي للرجال ادنى حد اما اذا اخذنا بالدية المغلظة وهي التي يجب ان تكون في مثل هذا القتل لانه قتل شبه عمدي بطريقه بشعه وبشعه جدا فان الدية تصل الى ما يقرب من نصف مليار دينار عراقي هذا المنطق ما هو منطق سياسة إنني أحدثكم بمنطق الشر ولا الذين قتلوا في باب الرجاء شهداء بحسب الشر ولا الذين قتلوا في مستشفى الناصرية بشهداء لا هؤلاء شهداء ولا هؤلاء شهداء هؤلاء قتلى مظلومون أجرم المجرمون بقتلهم فيجب على السيستاني ان يدفع ديتهم لانه هو المجرم الاول هو القاتل الاول ليس قاتلا عمديا لم يكن متعمدا في قتلهم ولم يكن كذلك قتلهم قتلا خطئيا هناك اسباب هذه الاسباب مردها الى البناء ومواد البناء والتخطيط وهندسه البناء وكذلك هناك اسباب تمتد الى سوء الاداره وسوء التدبير كل هذا مرده الى السيستاني فالسيستاني هو الذي عين رئيس الوزراء والسيستاني هو الذي عين عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي وهؤلاء هم المسؤولون عن محرقه مستشفى الناصريه اذا كانت هناك عداله اذا كان هناك انصاف فيجب على السيستاني ان يسدد لكل هؤلاء الذين قتلوا في اقل حد لكل رجل قتل لكل ذكر ثلاثمئه خمسين مليون دينار عراقي واما اذا طالب اولياؤه بالديه المغلظه وهذا من حقهم ومن حقهم ان يطالبوا بالديه المغلظه فان الديه تصل الى ما يقرب من نصف مليار دينار عراقي للذكر الواحد للرجل الواحد لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل لكنني ساعرض عليكم هذا الهراء وهذا الدجل من ان هؤلاء الزوار جاءوا الى ساحه الشهاده واستشهدوا هؤلاء زوار جاءوا لزيارتي ويريدون ان يعودوا الى بيوتهم ما هذا الضحك على الذقون قطعا هذا الكذب والدجل الذي كتبه السيستاني ربما هو ربما ولده محمد رضا بالنتيجه خرج هذا الخطاب بعلم من السيستاني الكبير من القتل الكبير من المجرم الاول في هذه الجرائم يضحكون عليكم يضحكون على ذقونكم استمعوا استمعوا الى هذا الهراء ولذلك كانت ظهيره عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثله من الصادقين في ولائهم الباذلين لانفسهم المضحين بارواحهم على مسير الوصول الى موقع الشهاده لسيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السلام وكان رجاء هؤلاء الحسينين في ذلك قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل ارواحهم تعبيرا عن صدقهم وحراره فجيعتهم بالحسين عليه السلام فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين الا من ناصر ينصرنا ورددت ارواحهم مع السنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين رددت ارواحهم هذه الثله من الحسينين الصادقين في ولائهم وبذل مهجهم وارواحهم رددت ارواحهم مع السنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين ففاضت ارواحهم الى بارئها الاعلى شوقا الى لقاء سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السلام وصحبه الكرام وبهذه المناسبه نتقدم باحر التعازي والمواساه لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بارواحهم في ظهيره ذلك اليوم ونسال الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى الذين تماثل الكثير منهم للشفاء بفضل رحمة بارئهم ودعوة المؤمنين ودعاء المؤمنين الصادق لهم وندعو الله تعالى أن يتماثل للشفاء التام عاجلا بقية الجرحى من هؤلاء الموالين الحسينيين إنه سميع مجيب وأن يبقى روح الولاء الصادق والتجسيد العملي لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام في حرارتها وقوتها كما هو حال قلوب المؤمنين لمصاب سيد الشهداء عليه السلام ونود ان نشير هنا الى ان المسؤولين في العتبه المقدسه يحققون في ملابسات الحادث الماساوي وسيستخدمون الاجراء المناسب ان كان هنالك اي قصور في عمل الجهات المسؤوله عن تنظيم حركه الزائرين في ركضه طواريج ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. يحدث الناس وقد جمعوهم، جمعوهم وحشدوهم والشيعه مضحكه وطلبوا منهم ان يكرروا كثيرا هذا الشعار لبيك يا حسين. والا في سائر الجمعات وفي سائر الايام لا يوجد مثل هذا الحشد ولا يوجد مثل هذا التكرير ولا يوجد مثل هذا التكرار لهذا الشعار ولا يوجد مثل هذا التكرار لهذا الشعار ماذا قال السيستاني في دجله وأكاذيبه وهو يضحك على الشيعة على لسان عبد المهدي الكربلائي من أن هؤلاء الزوار جاءوا لطلب الشهادة ما هذا الكذب والضحك على الذقون هكذا يقول ولذلك كانت ظهيره عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثله من الصادقين في ولائهم الباذلين لانفسهم المضحين بارواحهم على مسير الوصول الى موقع الشهاده لسيد الشهداء الى بقيه تلك الكلام فهل كان هؤلاء الذين قتلوا او الذين عوقوا اعاقه كامله ولا زالوا معوقين او الذين جرحوا انها مجزرة بكل المقاييس تلك التي حدثت في باب الرجاء قبل سنتين بسبب تقصير هؤلاء السيستانيين السفله وسيستانيهم الكبير يقول ان كان هنالك اي قصور ان كان هنالك اي قصور فإنهم سيعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا ما أنتم مضحكة ما أنتم مضحكة يا أيها الشيعة إن كان ذلك في مجزرة سبايكر أو كان ذلك في مجزرة باب الرجاء أو كان ذلك في محرقة مستشفى الناصرية والحبل على الجرار رجاء أن اعرضوا لنا ماذا قال أعضاء وفد العتبتين الحسينية والعباسية الذين زاروا الناصرية توجه وفد العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المطهرة من مدينة كربلاء المقدسة بعد زيارة زي مرقد سيد الشهداء إلى مدينة الناصرية هذه المدينة مدينة أم الشهداء التي وقفوا شبابها ضد الدواعش لنصرة العراق والمحافظه على قدسيه المراقد والمحافظه على العراق بصوره عامه في الواقع لنقل تعازي سماحه المتولي الشرعي العتبه الحسينيه سماحه الشيخ عبد المجيد الكربلائي وسماحه السيد احمد الصافي وجدنا هنالك حزنا كبير بفقد هؤلاء الاحبه ممن فقد الاثنين والثلاثه والاربعه والاكثر من ذلك نقول عظم الله لنا ولكم الاجر ومثابين ان شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف بين الشهداء وبين محمد وال محمد الوفد وصل إلى مدينة الناصرية لتقديم التعازي والمواساة لهذه العوائل هذه العوائل التي يشعر الوفد بأنها في قلوبه وبحمد الله اليوم نحن نتجول هنا في مركز المحافظة وإن شاء الله نحاول أن نصل إلى أبعد نقطة في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا. شهداء بالقوه ذولاك شهداء ذولا شهداء حتى يسقطوا ديتهم من الذي قتلهم اهكذا قتلوا من عند انفسهم ليس هناك من قاتل ليس هناك من مقصر هناك قصور اذا كان هناك قصور هذا هو منطق السيستاني منطق المرجعية منطق النجف وهذا التمضرط مال أعضاء الوفد هو نفس التمضرط اللي سمعته من عبد المهدي الكربلائي كذب ودجل وضحك على الذقون لكن الشيعة يستأهلون ذلك لأن الشيعة مضحكة لأن الشيعة مسخرة وعلى نفس هذه الرنة وهذه النغمة رشيد الحسيني كان حديثه الذي عرضته عليكم في الليلة الماضية وسأعيده كي أذكركم لأنه يلقي باللائمة على الذين احترقوا باعتبار أنهم هم الذين انتخبوا الفاسدين والفاسدون الذين انتخبهم أولئك الذين احترقوا بالنار هم أحرقوا أنفسهم بأنفسهم رجاء أن اعرضوا لنا فيديو رشيد الحسيني فلذلك نحن في الواقع إذا أردنا أن نصلح أمرنا يعني شوفون هاي حسب تعبيرنا الحوادث قبل شهر ما أدري مستشفى الخطيب صار حريق وحوالي مئة إنسان بريء مسكين فقير مريض احترق وتفحم أمس في مستشفى أيضا في ذي قار في الناصرية أيضا يقال أنه عشرات الناس ذهبوا ضحايا وتفحموا ما تنتهي اخواني ليش ما تنتهي ليش وين الخلل 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 اننا في الواقع ابتعدنا عن الرسم رسم الله حتى شيء تعبيري ابتعدنا عن خطه الله خطه الله اذا ابتعدنا عنها هذا اللي موجود شو نسوي احنا واحد يقول شو نسوي يلا مبين لنا القضية اللي احنا نريد نغير تغيرون راح لكم رسالة رسالة كتبها أمير المؤمنين لقاضيه في الأهواز الأهواز الإمام أمير كان خليفة المسلمين وكانت المنطقة اللي على حال انتشر فيها الحكم الإسلامي تقريبا 50 دولة بالخرائط اللي الان موجودة زين قاضي من قضاة اميرونين في الاهواز اسمه رفاعة اسمه رفاعة ايش كتب لاميرونين اسمعوا هاي الرسالة اخواني اذا اكو اتصالاتهم اخروها شوية حتى اتكلم عنها الرسالة لو سمحت كتب له امير المؤمنين ان يا رفاعة اعلم يا رفاعة اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة. أن هذه الأمارة شنو؟ أمانة. الحكم أمانة، المنصب أمانة. المسؤولية أمانة. اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. اللي أخذ هاي المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك بال أو استلم المنصب إذا كان بناء يخون يلعب فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، لعنة الله تعرفون شو لعنة الله؟ يعني رب العالمين يبعد عن رحمته ما راح يشوف الخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. بعد هذه إن هاي الفقرة الأولى كانت للمسؤولين أنه أيها المسؤولون إن لم تكونوا مؤتمنين فعليكم لعنة الله إلى يوم القيامة هاي كلمة أمير المؤمنين هسه الكلام إن إحنا ومن استعمل خائنا يلا هاي واحد يقول شلون يعني من استعمل خائنا يعني الإنسان اللي يصعد الخائن وينتخب الخائن ويرشح الخائن ويأيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن، دوله شنو؟ ومن استعمل خائنا فان محمدا صلى الله عليه واله بريء منه في الدنيا والاخره. هسه اللي يصعد للمنصب هو خائن وهو إنسان عليه حال ما يلتزم بالأمانة وما يمشي عدل عليه لعنة الله والله راح يجازي أما إحنا اللي نستعمل الخائن نستعمل الخائن يعني إحنا اللي نجيبه إحنا اللي نخليه إحنا اللي نرشحه إحنا اللي ننتخبه هذا اللي لابد إنسان أن يكون ماذا دقيقا على أنه لما نرشح واحد لما ننتخب واحد لما ندعم واحد شوفوا اصلا انت من تقعد تدعم واحد من الصفق الواحد من تحضر ما ادري بمجاميع واحد خائن فان 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 محمدا صلى الله عليه واله بريء منه في الدنيا والاخره. هسه ان رشيد الحسيني حكي كله مضرط من اوله الى اخيره وقد بينت ذلك لكم في الحلقه الماضيه وقد بينت ذلك لكم في الحلقه الماضيه الرجل يمضرط ويمخرط الكلام كله غلط وقراءه الروايه غلط والحج كله خرط بخرط ولكن مع ذلك انتم مضحكه وهذا جاي يضحك عليكم انا ساجيبه على هذا التمخرط وهذا التمضرط بكلام سيستاني اخر من السيستانيين جعفر الابراهيمي رجاء اعرضوا لنا الفيديو اقرب لك فكره احنا عشناها باجوائنا الان لو تستعرض احنا مشكلتنا وين الان؟ مشكلتنا كبلد يعني مشكلتنا حقيقه يعني حتى نكون منصفين مشكلتنا لا من داعش ولا من القاعده ولا من الاكراد ولا من المكونات الاخرى مشكلتنا من ما يسمى بالائتلاف العراقي الموحد وقحال والا هذا مدافر مع حكي واعلام وسياسه ما لنا شغل به المشكله يم للناس الناس هذول الناس الان تستعرضهم بذهنك بلا مسميات اي اسم يجي مع احترامنا لذواتهم الشخصيه أن شغله ببيوتهم ونحترمهم كبشر كناس ذوات لكن من حيث المسؤوليه لو تستعرضهم بذهنك قبل ال 169 اللي هي الموسومه بالشمعه كانوا نكرات لو معروفين بالمجتمع العراقي منو كان يعرفه؟ هسه متسمي لك واحد تعرفه كنت انت ابن السماوه تعرف منو هذا ومنين وشنو شغله؟ منو اللي وصله؟ اللي وصله وعرف للناس النجف مو؟ لو مو النجف انا من الناس جعفر خادمكم جيت هنا للسماوه وجيت للوركاء ورحت ناحيه المجد ورحت للخضر ورحت مو رحت بس انا جيت خادم لممثلي المرجعيه لممثلي المرجعيات وفضلاء الحوزه وكبار العلماء أجينا وصلنا الناس وصلنا هذول للمسؤوليه، عرفناهم للناس ولا ما حد يعرفهم، ارقامنا كره احنا ما نعرفهم، انا وياك عراقي ما اعرفهم. بعد ما تمكنوا احترموا النجف، سمعوا توجيهات النجف، استأنسوا برأي النجف، لا وحقك الان يعملون جهدهم لاضعاف النجف ودور النجف وصوت النجف. نفس المضمون، نفس بني العباس. الحكي الاول صحيح بس الحكي الاخير تمخرط صارت مضرط قام يلوص جعفر الإبراهيم صار هو هذا طريقه انه ما من بالحديث اذا ما تكلم احد منهم كلاما صحيحا لازم بعدين يقوم يمضرط لازم ينجس بالمكان القسم الاول من حديثه صحيح القسم الثاني لا السياسيون متفقون مع النجف ليسوا مختلفين متفقون على السرقات متفقون على الفساد هم يوفرون أسباب الفساد والإفساد للمرجعية والمرجعية كذلك توفر لهم أسباب الفساد والإفساد من طريق حمايتهم إذا كانت المرجعية هي التي جاءت بهم بإمكانها إذن أن تزيعهم فلماذا لا تزيعهم فلذا قلت من أن الشطر الأول من كلامه صحيح وهو الذي يرد به على السيستاني رشيد الحسيني الذي يقول للناس من أنكم أنتم انتخبتم الخائنين وهم الخائنون جاءت بهم مرجعية السيستاني وحتى عندما انتخبوهم فان السيستاني لا يحترم انتخاب الناس وانما يعين رئيس الوزراء بعيدا عن الانتخابات ما هو هذا الذي يجري على ارض الواقع من اقول الشيعة مطايه والشيعة حمير او يلعب عليهم السيستاني وربعه ما هي هذه الحقائق؟ وهذه الوثائق؟ كل الذي نشرته ووضعته بين ايديكم هل فيه شيء من عندي؟ ام كل شيء منهم من حديثهم ومن كلامهم من لحم ثوره وطعمه؟ ما انا استعمل هذه الطريقه على طول الخط يقولون الردي من لحم ثوره وطعمه وافضل مصادق الردي الردي يعني الرديء يعني الفاسد يعني الحقير وهؤلاء هم اوضح مصادق هذا العنوان الردي من لحم ثوره وطعمه نذهب الى فاصل 家乡。Yeah,

شوفوا هذا الكلاوتشي احمد الصافي لما حدثت حادثه العباره غرقوا عباره الموصل وكان ذلك بتاريخ 21/3/2019 مجزره باب الرجاء في نفس السنه 10/9/2019 يعني ما بين الحادثتين فتره قليله جدا واحد وعشرين ثلاثه الفين وتسعه عشر حادثه العباره عباره الموصل مت زارت باب الرجاء عشره تسعه الفين وتسعه عشر في نفس السنه عده اشهر شوفوا شلون تحدث حينما وقعت حادثه العباره في الموصل وشوفوا بعدين شلون تحدثوا لما وقعت مجزره باب الرجاء او لما وقعت محرقه الناصريه وهم المسببون فيها عبد المهدي الكربلائي أو أحمد الصافي أعرضوا لنا الفيديو رجاء نقدم التعازي إلى أهلنا في الموصل ونواسي الأسر العزيزة المنكوبة من ذوي الضحايا في الحادث الماساوي حادث العباره وفي نفس الوقت نطالب بالكشف عن ملابسات ما حدث ومحاسبه المسؤولين عن هذه الحادثه الماساويه وهنا نود ان نشير الى موضوعين مهمين الاول انه لا بد من تحمل المسؤوليه في مثل هذه الحوادث الكبيره من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته، ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية، لكشف كامل الملابسات، وتحمل نتائج اي قصور او تقصير علما ان هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برساله الى المواطنين بان المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب, منص... صاحب منصب يفكر بمصلحه نفسه ويتشبث بموقعه مهما امكن الامر الثاني ان هذه الحادثه المؤلمه تشير الى خلل كبير في النظام الاداري في الدوله وهو عدم قيام الاجهزه الرقابيه بدورها وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد وهناك حاجه ماسه الى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا. طبعا هذه الرسالة وهذا البيان من مكتب السيستاني في النجف ولذا يقرأه في الورقة. زين يا السيستاني أنت ليش ما طالب العتبة الحسينية والعباسية بنفس هذه المطالبات؟ وهنا يتحدث السيستاني عن قصور وتقصير في عبارة الموصل بينما في مجزرة باب الرجاء يقول إن كان هنالك أي قصور أما التقصير فلا وجود له تلاحظون هذا الدجال هذا الكذاب أو لا عدكم عقول منين يجيبون عقول؟ يجيبون عقول؟ يطالب السيستاني بكشف الملابسات لماذا لم تكشف الملابسات في مجزرة سبايكر في مجزرة باب الرجاء في محرقة الناصرية لأن السيستانية سيكون مسؤولا عن ذلك مجزرة سبايكر المسؤول الأول فيها المالكي والمالكي من الذي نصبه من الذي جاء به الذي جاء به أسستاني فتقع عليه المسؤولية بدرجة وأخرى أما مجزرة باب الرجاء فإن المسؤولية تقع مباشرة عليه ومن هنا تحدث عن قصور فقط ولم يشر إلى تقصير ووصفوا القتلى بأنهم شهداء وأعطوا لكل قتيل عشرة ملايين بينما دية القتيل منهم تتجاوز ثلاثمائة مليون دينار والأمر هو هو في محرقة الناصرية جايبين لهم أعلام هذه الأعلام لا فيها بركه ولا فيها اثار من الحسين والعباس، هذه اعلام طلعوها من المخزن ويجوز جايبينها من الصين لانه الان كثير من الجهات تصنع اعلامها وتصنع يافطاتها في الصين يجوز جايبينها من الصين ويجوز صنعوهن بشكل مخصوص لهذه العوائل. الاعلام التي فيها بركه الحسين هي الاعلام التي تعلق على قبه الحسين او توضع على قبر الحسين او تعلق على المنائر او تعلق في الحرم الحسيني. هذه الاعلام لا يعطونها لكم للشروقيه. يحتفظون بها لتجار الخليج لتجار البُهره من الذين يلعنون الامام الكاظم ويضحكون على ائمتنا من الامام الكاظم الى صاحب الزمان هؤلاء البُهره الاسماعيليون تُفتح لهم الابواب وتقدم لهم كل الامكانات لماذا؟ لأنهم يدفعون يدفعون أموال وذول المعممين سرسرية هتلية سفلة معمم يعني هتلي معمم يعني سرسري معمم يعني ساقط خصوصا إذا كان سيستاني هذا يشتغل على الفلوس ما له علاقة لا بالدين ولا بالبطيخ لذلك هؤلاء البهره من يجون تقدم لهم التسهيلات بشكل غريب وهؤلاء اعداء اهل البيت يلعنون امامنا الكاظم ويسخرون من ائمتنا هم يعتقدون بالامامه الى حد امامنا الصادق من بعد الإمام الصادق هم صنعوا لهم أئمتهم الخاصين بهم كتاب دعائم الإسلام هو من كتبهم من كتب هؤلاء الكتاب الذي قرأ رشيد الحسيني الرواية منه هو هذا دعائم الإسلام هذا من كتبهم لأبي حنيفة الإسماعيلي المصري لا شأن لنا به لسنا بحاجة للكتاب في هذه اللحظة كان في نيتي أن أقرأ الرواية وأن أعلق عليها لكن الوقت يجري سريعا فطويت كشحا عن ذلك كي أعرض بين أيديكم ما بقي من المطالب المهمة فهذه الأعلام ليس فيها من بركة هذه أعلام جاءوا بها من مخازنهم إذا كان فيها من بركة فهي بركة عبد المهدي الكربلائي وبركة أحمد الصافي وهؤلاء ما فيهم من بركة أصلا هؤلاء نقمة هؤلاء إذا كان يصدر منهم شيء فيصدر منهم السوء تصدر منهم الخيبه يصدر منهم الفشل يصدر منهم الفساد بالضبط مثل ما كان يحدثكم احمد الصافي بهذا الحديث فأين هذا الحديث من مجزره باب الرجاء؟ واين هذا الحديث من محرقه الناصريه التي انت يا احمد الصافي ويا عبد المهدي الكربلائي أنتما السبب الأول والرئيس فيها مكيفين أهل الناصرية جايبين لهم أعلام هذه الأعلام لا قيمة لها إذا ما مسحتم منها الأسماء المقدسة يبقى ذني خرك لا قيمة لهن هذه الاعلام لم تعلق على القباب ولم تعلق على المنائر ولم تعلق في الحرم الحسيني هذا للضحك على ذقونكم انتم شروقياً ما لكم قيمه عدو اخرجوا لنا محمد فلك وهو يحدثنا عن الوكيل المدلل وعن الوكيل من ابناء الجنوب من البصرة والناصرية من أبناء البايرة. اللي تفيدهم ويسمعونه ما يفيدهم ما يسمعونه. عبد الله مو واحد ؟ ضمت منهم مثلاً الآن عبد المغني كذا. شنو صلاحيته صلاحيات مو مثل حمد حمد رجال فاضل ممنوع أنه يسوي له مقتل ممنوع يسوي له كذا نصب. غير واحد يحشي البخل يعني الفاضل النجفي قلت أنت الجاسر مسوي لك كذا. يا بليش أنت أصرا، فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا الشيخ عبد البهدي ويا سيد الصافي اللي هم اكو اكو واحد يسمونه طفل مدلل ابن مدلل وواحد من البايرق مو صحيح؟, صحيح. ابن البايرق هذا يعني مثل يعني ابوك واخذ له مره ثاني. مو هاي الثانيه عزيزه عنده في القديم امك ما حد بحاله، يكرهك ويكرهك صحيح ابو صح صح يسمونه هذا البايرق واضح هذا وكلاء السيستاني في الناصريه وفي البصره ذهله اولاد البايره وانتم درجه ثالثه من الذي اقول؟ هم وكلاء السيستاني رجاء اعرضوا لنا حديث محمد فلك عن ان ابناء البصره مواطنون من الدرجه الثالثه كان نتلف مو مثل ما مو, مو خشوادم او مو لا يعني عندنا امكانيه بس المجال ما يفتح الباب سادين عليك هذا اللي مو الباب سادين عليك انت بصراوي شروقي حاكيها يعني كثيرا يعني انت يشوفونك مثلا لديك طاقه انا سويت بر مؤتمر لعلي عليه السلام قبل سبع سنين ثقافه التعايش في فكره علي خليته بالبصره 16 دولة شاركت فيه. كلها اشتركت فيه الا النجف. فضلاء النجف يابا يا بليل قالوا ها تجاسر علينا شلون سووا مؤتمر لعلي في البصرة؟ يا قاعد يسوون لنا بقندها بافغانستان شوف الافق مالنا قد افق هذا اللي مو يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة. انتم هم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة. لا تدعون بحقوقكم، لك هذا احسن منكم. ترى الخوف احسن منكم بكثير، هذا لو واحد قلد يقول كردي، بس هو لا كردي افضل من البصرة محمد رضا السيستاني سحب الوكالة من شيخ محمد فلك بسبب هذا الكلام. هذا الكلام كان في جلسة خاصة وبعد ذلك انتشر ووصل إلينا ونشر على شاشة القمر. فلما نشر على شاشه القمر وانتشر في كثير من الاوساط اصطبر محمد رضا السيستاني فتره وبعد ذلك سحب الوكاله من محمد فلك من هذا الوكيل الذي هو بدرجه ابن البايره كبقيه وكلاء السيستاني في البصره والناصريه فانتم ابناء النصريه مثل ابناء البصره مثل ابناء العماره مواطنون درجه ثالثه صدقوني انا سمعت في تسجيل صوتي لا اريد ان اذكر كلاما اكثر من هذا منهم من اوساطهم من اوساط المرجعيه في النجف يتحدثون عن ابناء الجنوب عن ابناء البصره والعماره والناصريه يتحدثون بيناتهم واللطيف انهم يتحدثون مع بعض الوكلاء من البصره ومن العماره من هذه المناطق فيتحدثون عن ابناء الجنوب يقولون ذولا مثل القنادر النا مثل القنادر اللي نلبسها وقت القاع مطينه اذا مطرت الدنيا وطينت القاع فذولا قنادرنا اللي نلبسهم من تكون القاع مطينه وبعدين نزحن هاي القنادر ونلبس القنادر النظيفه فانتم قنادر يلبسونكم إذا كانت القاعة مطينة هذا هو واقعكم هذا واقعكم اعرضوا لنا فيديو رحيم الدراجي وهو يتحدث عن الشروقية تدري شو يقول واحد من عثمان يقول انتم شروقية استحقاقكم قضيتين يعني. صوت انتخابي ومشروع استشهادي والله هيك ينظروا لنا خلي بالك يعني شروقية القيادة ما تحترموا نفسكم انتم ذوول شغلاتكم خيركم يصير حماية سائر سائتي حدقتي زين بعد هو القرار يعمل الشروقية يريد يستمرون على هذا الحال وخبأ انا ما عندي سلطان عليهم يريدون يغيرون يقولون شنو هذول ايش يسوون؟ دي دي. راح حتطلع مظاهرات بباب والله العظيم خليهم شنو لعد؟ لولا وجود هذول الشروقيه ماكو شيء اسمه عراق لولا وجود هذول الشروقيه هذول ما يقعدون على كرسي فوق هذا كله يقول الشروقي قضيته اثنين صوت انتخابي ومشروع استشهادي ما لأي اي حق بالعراق غير ذني بدليل هسه هذا اكبر دليل روح روح للشروقيه كلهم عطاله بطاله روح لاولاد المسؤولين كلهم بالسفارات وبالوزارات وبالبرلمان وبالرئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء زين كلهم تلقاهم موجودين طلع لي ابن فقير او ابن شهيد يشتغل بمجلس وزراء او برئاسه برلمان. وراح تظلون مضحكه، تبقون مضحكه. وهنيالكم هنيالكم بهذا الوضع الطايح حظه. مشكلتكم مو مع السياسيين. مشكلتكم مع السيستاني نفسه، بس انتم ما جاي تفتهمون. مشكلتكم مو مع السياسيين صدقوني السياسيون الفاسدون خوش اوادم بالقياس للسيستاني السياسيون الفاسدون اشرف من السيستاني انتم لا تعرفون اين هي مشكلتكم مشكلتكم عند مراجع النجف والمشكله ليست خاصه بالسيستاني اذا مات السيستاني وجاء مرجع اخر المشكله هي المشكله والقضيه ليست في الاشخاص القضيه في المنهج منهج مراجع النجف منهج مخالف لمنهج اهل البيت انا لست سياسيا لا اتحدث من منطلق سياسي ولست مرجعيا ارى المرجعيه قذاره لانها تخالف منهج اهل البيت مشكلتكم هي هذه مشكلتكم في المنهج وانا قد ضربت لكم الامثله الكثيره لا اريد ان احدثكم أكثر من ذلك إنما ألتقط لكم صورا ترتبط بأجواء المرجعية السيستانية هذه لقطة يحدثنا عنها ضياء الشكرشي والذي كان من كوادر حزب الدعوة وبعد ذلك رفض حزب الدعوه ورفض الاسلاميين ورفض كل شيء يحدثنا كيف ان احمد يزور الدستور بعد كتابته بمساعده معمم هؤلاء نيابه عن المرجعيه وبامر المرجعيه كانوا يعبثون بالدستور هذا هو الذي يتحدث بهذا الحديث وعبر العراقيه الاخباريه هل يجرؤ على ان يقول كلاما كهذا ان لم يكن حقيقيا وعبر القناه العراقيه الرسميه عبر العراقية الإخبارية رجاء اعرضوا لنا فيديو ضياء كنت مقرر اللجنة الأولى لجنة المبادئ الأساسية م. ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة السورية يعني كان يطلب مني ان ادرج ما لم يقر في اللجنه من الذي ضغط عليك؟ ما قد اقر من الذي آه سي... سيضغط نعم؟ من الذي ضغط عليك قلت؟ رئيس رئيس لجنه المبادئ رئيس لجنه المبادئ الاساسيه اللجنه الاولى الاولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما آه اكتبها واطبعها وأطلب من من, من... من كان بالواقع ثم يطلب مني ان اسحبها من كان؟ نعم من كان رئيس لجنة المبادئ؟ هو معروف معروف ضروري اذكر اسمه يعني ضروري اذكر اسمه يعني هسه احنا ورا كا كان السيد احمد الصافي احمد الصافي ممثل المرجعيه زي. كان احمد الصافي رئيس لجنه المبادئ الاساسيه وهو وايضا رئيس لجنه كتابه الدستور هما حمودي سرب صيغه غير متفق عليها الى جريده الصباح في في وقتها يعني صيغه ما متفق عليها وادعي انه هذه قد جرى الاتفاق عليها وادرجوا اشياء ابدا غير متفق عليها احمد الصافي انذاك لم تكن له ادنى قيمه وكذلك همام حمودي على اي اساس يزورون الدستور بعد ان يتفق كتاب الدستور على كتابه النصوص هذا الامر لا من احمد الصافي ولا من هما محمودي هذا الامر من السيستاني نفسه ولا حتى من محمد رضا السيستاني هذا التزوير تزوير الدستور الذي حدث وبقي الدستور مزورا بامر السيستاني وكانوا ياخذون النسخ المزوره للدستور الى السيستاني كي يوافق على تزويرهم هذا هو الذي حدث ما انتم مضحكه هؤلاء هم الذين يقولون انا الذي قلت هذا الكلام وهناك من الوثائق التي ترتبط بهذا الموضوع قد نشرتها في برامجي السابقه انا لا استطيع ان اضع كل الوثائق في كل برنامج من اين اتي بالوقت وكم سيكون طول البرنامج لكنني ساعيد بث الفيديو حتى تتاكدوا من المعلومات بانفسكم رجاء اعيد بث الفيديو مقرر اللجنه الاولى، لجنه المبادئ الاساسيه، م. ولكن بعد الجلسه الخامسه من لهذه اللجنه اعتذرت عن مواصله دوري لانه ضغط علي من اجل ان اكتب التقارير او المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنه السورية يعني كان يطلب مني ان ادرج ما لم يقر في اللجنه. من أو أحدث عليك؟ ما قد اقر. من اللي... آه سي نعم. من الذي ضغط عليك قلت رئيس رئيس لجنه المبادئ رئيس لجنه المبادئ الاساسيه لجنه الأودى. الاولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما اكتبها واطبعها واطلب من, طرحها من كان بالواقع ثم يطلب مني ان اسحبها من كان نعم؟ من كان رئيس لجنه المبادئ هو معروف معروف ضروري اذكر اسمه يعني ضروري اذكر اسمه يعني هسه ورا هو كان السيد احمد الصافي احمد الصافي ممثل المرجعيه كان احمد الصافي رئيس لجنه المبادئ الاساسيه وهو وايضا رئيس لجنه كتابه الدستور هما حمودي سرب صيغه غير متفق عليها الى جريده الصباح في في وقتها يعني صيغه ما متفق عليها وادعي انه هذه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها. وبعد ذلك يطالبونكم باتباع الدستور. يضحكون عليكم، أنتم مهزلة. مهزلة من رؤوسكم إلى أقدامكم. الكتاب الذي بين يدي عنوانه كتابية، وهذا هو الجزء الثاني. من كتاب كتابية لعمر موسى الذي كان وزيرا للخارجية في مصر، وبعد ذلك صار أمينا عاما لجامعة الدول العربية. الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه الأول كتابية سنوات الجامعة العربية. الطبعة الأولى 2020 دار الشروق القاهرة مصر العربية صفحة 111 يتحدث عن زيارته للسيستاني والتي كانت في يوم السبت 22/10 2005 ميلادي 22 10 2005 ميلادي يقول في بعض تفاصيل ما ذكر فالكلام طويل وقبيل انتهاء اللقاء قطعا لم يذهب عمرو موسى لوحده معه من العربي ومن العراقيين معه الكثير في وفد رسمي لزياره السيستاني وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني ان ابقى معه للقاء منفرد لدقائق اراد ان يختلي به السيستاني وعمر موسى ما اراد للعراقيين ان يسمعوا كلامه الذين كانوا برفقه عمر موسى وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني ان ابقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سياده الامين العام يا اخي العزيز عمرو موسى ساقول لك شيئا ارجو ان تتذكره لا تلقوا بالعراق في احضان ايران الرجل ايراني جنسيته ايرانيه السيستاني هو لا يعبا بالعراق ولا يعبا بايران هو يعبا بالمرجعيه التي يريد ان تنقل الى ولده من بعده وهو عالم وهو عالم بشكل قطعي من ان الايرانيين سيحاولون ان يمسكوا بالمرجعيه من بعد السيستاني إنه يريد أن يقطع الطريق عليهم وإلا هو لا يصرف في العراق ولا يصرف شيعة العراق سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران أصلا عمرو موسى لم يتوقع أن يسمع كلاما كهذا من السيستاني ولا يوجد أحد يطالب السيستانية أن يتكلم بمثل هذا الكلام وفي ذلك الوقت سنة 2005 ليس هناك من حشد شعبي أو ميليشيات إيرانية كالتي حدثت بعد داعش مثلاً قطعا كان هناك تدخل ايراني في العراق مثلما كان هناك تدخل سعودي وتدخل تركي وكان الامريكان موجودين في العراق نحن نتحدث عن سنه 2005 فهذا المنطق هل هو منطق شيعي منطق مرجع شيعي في النجف هذا منطق ما الواحد كلاوشي لو كان هذا المنطق منطقا حقيقيا لماذا أخرج الناس فهل يستأمن عمرو موسى على أسراره ماذا تقولون أنتم كيف تفهمون هذه الواقعة وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني ان ابقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سياده الامين العام يا اخي العزيز عمرو موسى ساقول لك شيئا ارجو ان تتذكره لا تلقوا بالعراق في احضان ايران قلت له عمرو موسى يقول أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق رد علي مكررا ذات العبارة يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران يستمر عمر موسى في الوقت ذاته كان ابن حلي من مساعدي عمر موسى شخصيه سياسيه جزائريه كان ابن حلي جالسا في غرفه اخرى مع ابنه مع ابن السيستاني محمد السيستاني يعني محمد رضا السيستاني واتفق على التواصل ووسائله بشكل سري قطعا تلاحظون ان السيستاني وولده يعملان بشكل سري من دون ان يطلع المسؤولون العراقيون فهذا جالس مع ابن حلي في غرفه جانبيه وهذا يختلي بعمر موسى لاي شيء لقطع الطريق على ايران. ليس حبا في العراق، وليس اهتماما بالوضع الايراني، هؤلاء اناس لا يعبؤون الا بمصالحهم الشخصيه. المرجعيه زعامه دنيويه لكنها تغطى بغطاء ديني. هذه هي الحقيقة من الآخر، بس أنا شلون أقدر أفهم الزمائل والمطاي شلون أقدر أفهمهم ما أدري، لكن هذه هي الحقائق. بعد ذلك هو يقول عمر موسى أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية. لا تلقوا بالعراق في احضان ايران رجاء نعرض لنا صوره عمرو موسى مع صوره السيستاني هذا هو عمرو موسى الذي كان امينا عاما لجامعه الدول العربيه حينما زار السيستاني في 22 وعشرين أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادي وكان ذلك في يوم السبت. أعرضوا لنا صورة كتابه الذي قرأت منه ما قرأت. هذا هو الكتاب الذي قرأت عليكم منه. صورة غلافه. رجاءً. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى يتحدث عن هذه الواقعه نفسها في برنامج ساعه مع هارون عبر قناه اسيا الفضائيه طيب في هذه الزيارة قلت انه اخرج الجميع وابقاك لكلمة معينة اه تمام أوه. اه مكتوبة في الـ في الـ آه، آه، الكتاب آه، 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 أنا عايز اسمعها آه، آه. يعني عايز مش بس العينين انما الاذنين <applause> طبعا آه. 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 اه العبارة هي لا تلقوا بالعراق في احضان ايران نص كلمتي رجاء أعيد الفيديو طيب في هذه الزيارة قلت انه اخرج الجميع وابقاك لكلمة معينة آه تمام اه مكتوبة في الـ في الكتاب ده. عايز تسمعها يعني عايز مش بس العينين انما الاذنين طبعا اه العبارة هي لا تلقوا بالعراق في احضان ايران نص كلمتي اعرضوا لنا اللوحة التي فيها كلمه السيستاني هذه هذا هو السيستاني وهذا عمرو موسى وهذه كلمه السيستاني لعمر موسى والتي تكشف ما تكشف من حقيقه هذا الرجل رحيم الدراجي والحديث في ايام حكومه عادل عبد المهدي، ليس الحديث عن عادل عبد المهدي وانما جئت بهذا الفيديو لان رحيم الدراجي ذكر حقيقه موجوده في العراق هي الطبيعه والاسلوب الذي تجري فيه الأمور في كواليس الحكم والسياسة والمرجعية السيستانية في النجف كان ذلك عبر قناة أن آر تي عربية هنا من الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون انه هو ما حد يعرف من اجابه ليش ما حد يعرف منو جا؟ كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو لا. احنا واحنا اعطينا الاريحيه في اختيار الكابينه الوزاريه. لا لا الحكومه شوف أو الحكومه يعني الدكتور عادل عبد المهدي م. اجى عن طريق المرجعيه النجف. أها. والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح م. وكلاهما وافق بالموضوع. وتم التصويت على الدكتور عبد سيد عبد عادل عبد المهدي السيد عادل مرشح المرجعيه؟ مو يعني هي اقترحتها بالنتيجه وصار القبول من قبل الكتل السياسيه وتم المضي بالموضوع وقبلوا يعني بالنتيجه حكومته وقبلوا منهاج الوزاري اللي طرح. رشحته وفوق اي معايير او اقترحته وفوق اي معايير؟ هسه هاي المعايير احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق؟ قويه صح؟ ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا اوراق تتوقع بالليل. بالظلمه ما عندنا شي معايير، احنا عندنا معايير لا تخلينا نحكي زايد خلصونا. اوراق تتوقع بالليل بالظلمه. بأي طريقه؟ بالتوقيع التكويني وين يوقعون؟ على اي صفحه؟ هذا هو الواقع الشيعي المرجعي في العراق رجاء أعيدوا الفيديو هنا من الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون انه هو ما حد يعرف من جابه ليش ما حد يعرف من جاب كلها تقول مو احنا كلها تقول مو احنا واحنا اعطينا الاريحيه في اختيار الكابينة الوزاريه لا لا الحكومه شوف او الحكومه يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعيه في النجف أها والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح مم. وكلاهما وافق بالموضوع وتم التصويت على الدكتور عادل سيد عادل, عادل مرشح المرجعيه مو يعني هي اقترحتها بالنتيجة مم. وصار القبول من قبل الكتل السياسية مم. وتم المضي بالموضوع مم. وقبلوا يعني بالنتيجة مم. حكومته وقبلوا منهاج الوزارة اللي طرح رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير هسه هاي المعايير احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق ما عندنا معايير بالعراق احنا. أه. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، أه. عندنا اوراق تتوقع بالليل أه. بالظلمه. أه. ما عندنا شي معايير، احنا عندنا معايير لا أه. تخلينا نحكي زايد، أه. أه. خلصونا. هو تكلم بنسبة 10% من الحقيقة. وتلاحظون من أن الكلام الذي تحدث به كلاما وتلاحظون من أن الكلام الذي تحدث به كلام خطير جدا هو لم يتحدث إلا بنسبة عشرة بالمئة من الحقيقة كل الفساد من السيستاني وكل المشاكل من السيستاني أنا الذي أحدثكم بالحقيقه الكامله لانني لا اعبا لا بالسيستاني ولا بغير السيستاني ومراجع النجف من السيستاني الى اخر واحد فيهم ما اشتريهم من عالم مقطع لا ابالي بهم لذلك احدثكم بالحقيقه كما هي من دون مجاملات هؤلاء لا يستطيعون أن يتحدثوا بالحقيقة الكاملة يظل الحكي مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يظل الحكي شامر. هذا حكي شامر. إبراهيم بحر العلوم هذا ابن السياسة وابن الأخندية لذلك راح يحكي بطريقة إكلاوتشية من الدرجه الاولى بطريقه الواوي النجفي عن نفس الموضوع لكنكم من خلال لغه جسده ومن خلال نظراته الساخره والفاحصه ومن خلال اسئله مقدم البرنامج ومن خلال كل الذي ستشاهدونه وتستمعون إليه في هذا المقطع القصير يمكنكم أن تقرأوا ما وراء ذلك عبرة قناة آسيا وفي برنامج بين زمنين أثر هذا الإنذار من المرجعية تعتقد؟ أنا صور رسالة واضحة إلى كافة من يهمه الأمر الى الحكومه الى البرلمان زين. الى الدول المعنيه مم. الى إيه، اعتقد في جاءت في وقتها المناسب وتحمل رؤيه والجميع اليوم صمام الامان للعراق والمرجعيه تستمع للمرجعيه هذه القوى؟ يفترض ان تستمع يفترض ان تستمع نحتاج شو ما بين شيء اذا تستمع المفروض يعني حياتنا يعني حياتنا الم تستمع اليها باختيار شخصيه مستقله لا بس سمعتها بالحشد الشعبي انا لماذا تم اختيار عادل عبد المهدي؟ كيف تم اختيار عدل مهدي. والله ما عادل عبد المهدي ما ظهر اذا كان ظهر هو اختيار الكتل السياسيه اكو خطاب معلن من المرجعيه اقول إيه أكو أكو لو كان الاختيارة؟ لا لو كان لو كان الخيار مناط بالكتل أيه؟ السياسيه لاختيار رئيس الوزراء من يختار سعد عبد المهدي؟ لا والله منو كان ببالهم يعني؟ ما اعرفونه ولكن أيه؟ هي هاي السياقات استصحب السياقات السابقه اذا تعتقد المرجعيه كان لها على كل حال هذا هذا ما الشارع العراقي يعني فهمه بانه كان له دور كان له دور الاختيار على الاقل اكو اكو دعم من قص دعم مباشر غير مباشر غير مباشر م. لشخصيه عادل عبد المهدي وكان محل توافق البناء والاصلاح من قبل المرجعيه هذا الحكي محل توافق البناء والاصلاح لا بس الحكي حكي الدعم المرجعيه دعمت السيد انا انا ما قاعد اقول دعمت دعمت صفات شكل... المرشح مثلا صفات المرشح هي انطبقت الصفات على السيد س... عادل المهدي؟ 27 27 جولاي كانت رسالتها واضحه لا شوف المرجعيه اعطت الصفات واشعرت الكتل السياسيه بضروره التغيير زين وبان حاجه لاختيار شخصيه مستقله لاداره البلاد هذا واضح كان؟ لا واضح بعدين بالنسبة للأسماء بشكل أو بآخر صار التوجه نوعا عادل عبد المهدي متى خلينا خليها ماشي <applause> هسه يعني مو موطر. <applause> مو طرف خارجي بارك للسيد عمي رأيك. ها ايش لون طرف خامس يا اخي ها آه ايه راح تاكد الطرف لا انا ما اكد آه. لا بس اخي هذا العراق بالعراق زين بالله عليكم ذولا اولاد الامامنا اولاد السياسيين ايش راح تقبضون من عندهم كلها كلاوات بكلاوات كلاوشي المرجع كلاوتشي السياسي كلاوتشي المؤمن كلاوتشي ابن المؤمن كلاوتشي وين راح تخلص خد ذولا هسخ لو شي يشوفونهم قدامكم ذولا يكشفون لكم الحقائق الى متى تبقون مطايا يا جماعه ولكم اصحوا 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 الى متى تبقون مطايا نتذكر

شوفوا المالكي من رجع للعراق ما كان يتخيل يصير محافظ في كربلاء، لماذا؟ لأن قوانين حزب الدعوه لا تسلم المسؤوليات الكبيرة للمعدان والمالكة من طواريج وطواريج معدان معدان كربلة بحسب قوانين حزب الدعوة المعدان ما يسلمون مسؤولية ولذلك ما كانوا في قيادات الحزب أول انتخابات في تاريخ حزب الدعوه سنه واحد وثمانين اول انتخابات اول انتخابات في تاريخ حزب الدعوه في نهايه الثمانين في واحد وثمانين لا اتذكر في هذه اللحظه التاريخ الدقيق ما بين 80 و 81، اول انتخابات في تاريخ حزب الدعوه. لأن العمل قبل ذلك كان سريا، وجرت هذه الانتخابات في ايران. الذين فازوا في الانتخابات هم المعدان. معدان البصره والعماره. الشخصيات التي فازت من البصره والعماره وعلى راسهم عبد الزهره عثمان الذي وعلى راسهم عبد الزهره عثمان الذي يعرف بعز الدين سليم عز الدين سليم اسمه الحقيقي عبد الزهره عثمان من البصره مجموعه عبد الزهرة عثمان هي التي فازت في الانتخابات فجن جنون الآصفي والذين معه كيف يصعد المعدان إلى قيادة حزب الدعوة فطلب من فقيه الحزب كاظم الحائري أن يصدر حكما بتزوير الانتخابات وزوروا الانتخابات لهذا السبب انشق عز الدين سليم عن حزب الدعوة ولم يسمي نفسه بحزب الدعوة وإنما سمى نفسه بالدعوة الإسلامية لماذا؟ لأن كاظم الحائر في ذلك الوقت حرم العمل على غير جماعة الآصفي أن يعملوا تحت عنوان حزب الدعوة الإسلامية وهؤلاء خافوا من مساله الاصطدام بالفقيه فاقتنعوا ان سموا انفسهم بالدعوه الاسلاميه انا لا اريد ان احدثكم عن تاريخهم لا شان لي بهم فعمليه تزوير الانتخابات وعمليه عزل المعدان هذه قضيه قديمه وهذا الامر كان موجودا في حزب الدعوه بسبب انتمائه إلى مرجعية النجف هذا هو عقل مرجعية النجف ليس اليوم فلم يكن في خيال نور المالكي أن يكون محافظا لكربلاء الرجل كان يتمنى أن يكون مديرا لدائرة تربية تطويريج الذين يعرفونه عن قرب هم الذين يقولون ذلك كان اقصى طموحه ان يكون مديرا لتربيه طويريج لماذا لانه سابقا كان موظفا فيها قبل ان يخرج من العراق فكل طموحه ان يكون مديرا لتربيه طويريج لم يكن يطمح ان يكون مديرا لتربيه كربلاء الذي جاء به وجعله رئيسا للوزراء هو السيستاني بالاتفاق مع الامريكان هذه حكايه لها ظروفها وتفاصيلها انا لا اريد ان اتحدث عن تاريخ كل شيء في هذه اللحظه فالسيستاني كان وراء وصوله الى رئاسه الوزراء ولذا جناح الجعفري ماذا يسمي حكومه المالكي يسميها بحكومه المعدان باعتبار ان مستشاريه من البصره والناصريه والعماره فهؤلاء هم المعدان والمعدان لا يحق لهم ان يتسنموا المناصب العاليه انا لا اريد ان اخوض في هذه القضيه فهذه قضيه فيها كلام كثير خلاصه الكلام الذي جاء بالمالك وجعله رئيسا للوزراء هو السيستاني، فهذا الشاب الذي يردد الله لا يوفق المالكي في الحقيقة الله لا يوفق السيستاني لأن السيستاني هو اللي جاب المالكي. والمالكي كان فاسدا وكان غبيا إلى أبعد الحدود ونتاج غبائه أن دخل الداعش إلى الموصل وبعد ذلك كان الذي كان ومن تفاريع ذلك حدثت مجزرة سبايكر وكان بإمكانه أن ينقذهم ولكنه قصر في ذلك ما أنقذهم ولا تابع امره الى ان تم القضاء عليهم فهذه اللعنه على لسان هذا الشاب في الحقيقه هي لعنه على السيستاني على راسه لانه هو الذي جاء بالمالكي هنا نعود الى روايه أمير المؤمنين في رسالته إلى قاضيه رفاعة ومن استعمل خائنا من الذي استعمل المالكي؟ هو أسيستاني ومن استعمل خائنا من أقرب الشخصيات إلى المالكي هو الذي يقول وحينما اختلف مع المالك هدده بنشر هذه الحقائق مع أن البرلمان اللجنة التي حققت في دخول داعش إلى الموصل ألقت بالمسؤولية على المالكي وهذه قضية معروفة التحقيق مع أنه لم يكن تحقيقا حقيقيا وكاملا لكنهم لم يستطيعوا ان يبرئوا المالكي كل الادله تشير الى ان المالكي كان السبب الرئيسي في دخول داعش الى الموصل انا لا اقول انه اتفق معهم ابدا بحسب تتبعي للحقائق فإن القادة العسكريين والمسؤولين في الموصل أخبروا المالكي أخبروه من أن داعش على أبواب الموصل وبدأوا يدخلون وكان هذا الشيخ من أقرب الناس إلى المالكي جالسا في مكتبه هو الذي يحكي فكان يستمع الى حديث المالكي على مكتبه عبر التليفون وهو ينصت الى الاخبارات التي تصل اليه من ان داعش على ابواب الموصل فلم يصدر امرا ولم يبدي اي اهتمام فهذا الشيخ سأله ما الذي حدث فأخبره من أن داعش على أبواب الموصل إنها تريد الدخول إلى الموصل وبدأت بالدخول فسأله الشيخ الذي هو من أقرب الناس إليه وماذا ستفعل قال له خليهم يدخلون ينعلون والدهم أنا هنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن القضية خطيرة، فاللجنة البرلمانية حينما القت بالمسؤولية الكبرى على عاتق نور المالك لم يكن هذا الأمر جزافيا، كان مبتنيا على قرائن وعلى شواهد وعلى وثائق، وعلى حقائق وقعت على الأرض من الذي حمى المالكي؟ السيستاني الذي حمى المالكي لأن المالكي إذا وقع انكشفت ملفات فساد السيستاني وانكشفت جرائم السيستاني فلا بد من حمايته من هنا يبحثون عن الفاسدين الفاسدون الهم للسيستاني وأولاده وأصغاره ومرجعيته ستر غطا هذا هو الواقع الذي جرى على الأرض من هنا أقول لكم هذا الفتى وهو يصب لعنته في دعائه على المالك في الحقيقة هذه اللعنة وهذا الدعاء يقع على السيستاني لانه هو الذي جاء بهذا الخائن ومن استعمل خائنا فان محمدا صلى الله عليه واله بريء منه في الدنيا والاخره وهكذا فان الكاظميه قد استعمله السيستاني وهكذا فإن عبد المهدي الكربلائي قد استعمله السيستاني وإن أحمد الصافي كذلك وهؤلاء هم السبب في محرقة مستشفى الناصرية قطعا هناك الكثيرون الذين لم تلتقط الكاميرات صورهم ممن صبوا لعنتهم على الذين احرقوهم اثناء عمليه احتراقهم هؤلاء الذين صبوا لعنتهم على المالك عمليه قتلهم كانت اسهل بكثير من عمليه قتل الذين احرقوا في محرقه مستشفى الناصريه نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم. القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم, لا يدعهم إبليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس الوثيقه التي تحدثنا عن الفساد السيستاني في بعده الديني والدنيوي في بعده العقائدي والإداري لإدارة أمور الناس إنها الوثيقة الدبرية السيستانية حيث يوقع مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي على مؤخرات منتسبي العتبة الحسينية يوقع على مؤخراتهم وهذا الذي وقع على مؤخرته يقول له هذا مو توقيع هذه مطالعه مطالعه يعني ان المسؤول يقرا البريده المقدمه له او يقرا الاقتراحات او يقرا العرائض التي تقدم له وبعد ذلك يعلق عليها تعليقا طويلا ثم يوقع تحت هذا التعليق في مصطلحات العمل الاداري والعمل القانوني يقال لهذا مطالعه فهذا الذي وقع على مؤخرته يقول لمرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي هذا مو توقيع كان المطلوب ان توقع على مؤخرتي لكنك قمت بمطالعه كتبت مطالعه في البدايه يتحدثون عن حسين كلك وعن حسين اصلي فهل هذا الحسين الذي هم يقولون نحن نعمل في عتبته هل هو هذا الحسين الكلك ولذلك لا يحترمونه ولا يقدسونه من هنا يوقعون على المؤخرات والادبار؟ ام هذا الحسين الاصلي وهم لا يبالون به. من هو الحسين الكلك؟ من هو الحسين الاصلي؟ ضاعت الحسبه علينا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقه الدبريه السيستانيه. الحسين الاصلي وهذا الكلك

للمشاهدين ان يطلعوا على تفاصيلها بدقه. المتضح. 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 المكان الذي جرى فيه هذا التوقيع اتحدث عن التوقيع على المؤخرات هذا هو مكتب المرجعيه السيستانيه في الحرم الحسيني هذا مكتب عبد المهدي الكربلائي ومكتب عبد المهدي الكربلائي في الحرم الحسيني هو مكتب المرجعيه السيستانيه انتشر ضجيج قطعا بعد زمان طويل على التوقيع انتشر ضجيج بسبب واخر بين الكربلائيين من انهم لا يريدون لمرتضى البقاء في العتبة الحسينية وفعلا وبأمر من محمد رضا السيستاني تم نقله الى دائرة محافظة كربلاء لكن هذا في الحقيقة ما هو بأمر حقيقي صحيح عنده مكتب في المحافظة ويذهب بعض الوقت يوما يومين بعض الايام كي يداوم في بنايه المحافظه لكن الحقيقه ان ادارته للعتبه الحسينيه صارت اقوى واوسع فهو يدير شؤون العتبه الحسينيه من منزلي ومسكني عبد المهدي الكربلائي لأن عبد المهدي الكربلائي أساسا مكتبه عند مسكنه المكتب الذي له في العتبة الحسينية في الحرم الحسيني هذا مكتب بروتوكولي يستقبل الوفود يلتقي بالشخصيات اذا ارادوا ان يوقعوا عقدا من العقود مثلا للامور البروتوكوليه اما الاداره العمليه الحقيقيه للعتبه الحسينيه فان عبد المهدي يقوم بها من مكتبه الذي هو في مسكنه هناك مجمع سكني هناك مكاتب وهناك اقسام لاداره شؤون العتبه هي في نفس المكان الذي يسكن فيه عبد المهدي الكربلائي فاداره العتبه الحسينيه فعلا هي من بيت عبد المهدي الكربلائي وليس من مكتبه في العتبه الحسينيه مرتضى يدير العتبة الحسينية الآن وبشكل أوسع لماذا؟ لأن الأمر صار سريا ليس أمام الناظر هذا أولا فهو في مأمن من الناظر وثانيا الذين كانوا ينغصون عليه ازاحهم عبد المهدي من طريق صهره مثل علي مصلح وغير علي مصلح الذين كانوا ينغصون على مرتضى على خلافات فيما بينهم على خلافات فيما بينهم بخصوص فسادهم بكل اشكاله فالذين كانوا ينغصون على مرتضى ازيحوا تفرد بالسلطه والإدارة قطعا هذا الأمر فعله عبد المهدي من دون علم محمد رضا لكن محمد رضا عنده جواسيس في العتبتين الحسينية والعباسية أبلغوه بهذه التفاصيل لم يغير شيئا لماذا بالضبط حاله كحال المالكي حينما يفسد وزراؤه ويجمع الوثائق عليهم فإنه يكون مطمئنا من جهتهم ويسمح لهم بالفساد فهم مفسدون فيما بينهم ستر غطى هذا الفاسد يستر هذا الفاسد وهذا الفاسد يستر ذاك الفاسد بالضبط هكذا تجري الامور هذه صوره حقيقيه من واقع مؤسسات السيستاني فالذي يوقع على الادبار في حاره الحسين يمنح سلطه اكبر يمنح سلطة اكثر هكذا تجري الامور وحينما يعلمون بذلك يوافقون يوافقون فوجود المفسدين فيه منفعة لستر فسادهم بالضبط لماذا لم يحاكم المالكي على هذه الخيانة على الخيانة العظمى احتلال الموصل خيانة عظمى لماذا لم يحاكم المالكي على هذه الخيانة مع وجود الأدلة والوثائق والحقائق مع أن اللجنة البرلمانية قد قررت ذلك وبشكل واضح وصريح لأن السيستانية لا يريد للمالك أن يقع ولا لغيره أيضا من كبار الفاسدين لانهم اذا ما وقعوا فضحوا فساد السيستاني هذه هي الحقيقه من الاخر وهكذا تدار اموركم يا ايها الثولان والى متى ستبقون على هذا الحال بعد كل هذا ساطرح سؤالي اذن اين الصلاح والاصلاح في هذه الامه بعد مقتل سيد الشهداء هكذا كذبتم علينا يا مراجع النجف وكربلاء قلتم ان الامه صلح حالها وحسن امرها بعد مقتل الحسين فأين هذا الصلاح؟ ما هذا واقع المرجعيه الشيعيه التي تحكم العراق منذ 2003 وها نحن في سنه 2021 وصلنا الى نهاياتها فاين هذا الصلاح والاصلاح الفساد والافساد في كل الاتجاهات غدا سيكون حديثنا في تطبيق جديد في التطبيق الثالث من تطبيقات واقعنا المرجعي الشيعي Molte... –